بسم الله الرحمن الرحيم، ولسه مكملين مع بعض تصميم صفحة البحث عن المنتجات. كنا وصلنا في الفيديو اللي فات ان احنا شرحنا الاستراكشر او الهيكل بتاع الصفحة، وكنا بدأناه وكنا عملنا فيه اتنين كومبوننت اللي هو الكاتيجوري هيدر ده اللي بنعرض فيه التصنيفات بتاعتنا. ولما كليك طبعا ده لسه هيتعمل اثناء البرمجة، لما ادوس على قسم ملابس مثلا هينقلني او هيجيب لي كل المنتجات اللي فيها ملابس. تمام، هنا التكست ده فيه نتائج البحث مثلا 400 500 على حسب نتيجة البحث، وهنا ده الترتيب استخدمنا فيه مكتبة جاهزة اللي هي الان اوب رياكت دروب داون. طبعا زي ما قلت ممكن تستخدمها او تستخدم اي حاجة تانية انت عاوزها، دي حاجة ترجع لك انت. المهم ان احنا في النهاية بنعمل حاجة زي كده عشان نرتب منها، او ممكن تخليها زراير جنب بعض، دي حاجة براحتك انت. اللي يهمني في الموضوع ده كله تعرف تبرمجها ازاي، اما تصميمها وكده ده كلام سهل، انت شفت احنا عملناها في دقيقتين بالظبط. المهم ناقص ان احنا عندنا الصفحة بتاعتنا، طبعا زي ما انت راجل ديزاينر وفاهم ان احنا عندنا في الكونتينر 12 كولوم او 12 عمود، فانا عاوز اقسم الصفحة دي اخلي جزء خاص بال يعني الكومبوننت ده والباقي خاص بالكارد كونتينر. فخلينا الاول نعمل السايد فلتر ده، تعالى نعمل كومبوننت جديد. والسايد فلتر ده برضو بحث، البحث والحاجات دي دايما انت بتستخدمها في اماكن وفي حتت كتير، طبعا المفروض تتعرض هنا. فاحنا هنيجي برضو في اليوتيليتي او اليوتيليتيز يعني، ونعمل فايل جديد نسميه سايت فلتر. طبعا سايت فلتر يعني البحث الجانبي المقصود بيها اللي هو الموجود في الجنب يعني، اهو الكود بتاعها. الكود بتاعها ما فيهاش اي ابداع خالص، عبارة عن شوية حاجات مرصوصة جنب بعض، هنا انبوت تشيك بوكس وهنا ليبل عادي خالص وهنا انبوت نمبر، ما فيهاش اي ابداع يعني، شغل HTML بسيط وتافه. طبعا الداتا دي زي ما قلت ثابته، يعني مثلا اجهزه منزليه مش عارف ايه الحاجات دي كلها المفروض هنجيبها من الاقسام بتاعتنا، والماركات دي برضو المفروض مش هتبقى ثابته، فاحنا لما نيجي نبرمج هنعدل ونغير ده كله. تمام، السايد فلتر تعال بقى نيجي هنا في البيج بتاعتنا، نيجي هنا جوه او تحت بمعنى اصح، نروح جايين مستدعينها زي كده، وطبعا نحاول ان احنا نعمل لها الامبورت بتاعها. طيب هنا بيقول في مشكله بسيطه، نخش في السايد فلتر نلاحظ ان احنا استخدمنا حاجة الرو يعني الحاجة بتاعت البوتستراب، وكالعادة نسينا ان احنا نعمل الامبورت بتاعها كده. اعتقد الامور هتبقى سليمة. تعال بص هنا هو جابهولنا فعلا هنا جنبه، ولكن في حاجة دلوقتي احنا عاوزين نقسم الصفحة نصين او مش نصين يعني، هنا احنا عندنا 12 كولوم طبعا الناس فاهمين الكلام، فهدي دي مثلا كولوم او 2 كولوم وال10 كولوم يكونوا للكارد كونتينر. فاحنا هنعمل الكلام ده فين؟ في الشوب برودكت بيج دي المفروض دلوقتي من تحت بقى نتيجة البحث والكلام ده ابدأ اقسم الصفحة بتاعتي نصين. فكل الحكاية ان احنا هنعمل رو يعني صف، الصف ده هنحط جواه 2 كولوم. حلو، الكولوم الاولاني هيبقى جواه السيرش فلتر، الكولوم التاني هيبقى جواه اللي هو الكارد كونتينر ده، بس احنا لسه ما حطيناهوش دلوقتي. كل الحكايه بس ان انا هاجي هنا هقسم التقسيمه بتاعتي، هاجي جوه الرو ندي كلاس بسرعه كده كود بسيط جي اس اكس يعني، هنقول له ديسبلاي فليكس يعني اعرض لي الاثنين جنب بعض، وهنقول له فليكس رو يعرضهم لي في صف يعني. ده كده بالنسبه للرو. هنيجي عند الكولوم الاولاني هنقول له في حاله الاس ام يعني في حاله الوضع السمول هتعرض لي هتدي لي 2 كولوم في الوضع السمول. بالنسبه للاس اكس الاس اس الاكس اس قصدي برضه هيكون 2، في حاله الام دي هيكون 1. ده شغل ديزاين طبعا انا مش يعني مش هضيع وقت كتير فيه. ونفس الكلام هنقول له ديسبلاي فليكس، هندي له كلاس بسيط خالص ديسبلاي فليكس عشان ما نضيعش وقت. تمام، ده كده بالنسبه للاولاني. التاني كل الحكايه ان احنا هناخد القيم دي هنكملهم 12. تعالى هنا كده، هنا مثلا 2 يبقى هنا هنقول له 10 عشان نكملهم 12، وهنا 10 عشان نكملهم 12، وهنا 11. فيعني باختصار شديد في حالة هنا المفروض بقى كده الجزء المتبقي هنحطه في الكولوم التاني. ده كده طبعا تاني بكرر ده شغل ديزاين بحت انا بعمله بسرعة عشان ده شغل ديزاين مش تركيزي عليه. هنا المفروض نحط الكارد برودكت كونتينر، الكارد برودكت كونتينر اللي احنا استخدمناها في الصفحة الرئيسية ممكن نستخدمها هنا تاني، وفيما بعد نبقى نغير العدد يعني. في الصفحة الرئيسية عندنا 4،
اربع منتجات ماشي، ممكن جوه مثلا هنا يبقى عندنا 100 200، العدد هيتغير او العدد هيتبعت في الري، فاحنا ممكن نستغل الوضع ده وممكن نجيب على طول اللي احنا عملناها اللي هي كان اسمها كارد برودكت كونتينر اهي موجودة اللي احنا عملناها في الفيديوهات السابقة. طبعا لو تفتكر كانت بتاخد مني 2 بارامتر، ليه؟ عشان الكارد برودكت كونتينر دي كان موجود فيها اللي هو التايتل ده والزرار ده، فانا مش عاوز ولا تايتل ولا عاوز زرار ولا عاوز وجع دماغ، فهاجي هنا اقول له ان التايتل بتاعه يساوي فاضي، فلما التايتل بتاعه يساوي فاضي فاوتوماتيك مش هيعرض لي النص، لما اقول له بي تي ان تايتل بيساوي فاضي فبالتالي برضو مش هيعرض لي ايه الكلام المكتوب. تعال نشوف النتيجة بتاعتنا، تلاحظ ان هو عرض لي الاربعة جنب بعض، بص بنفس الفكرة دي، لان انا دلوقتي قسمت الصفحة. حتى لما تيجي تشوف الريسبونسيف، الريسبونسيف بتاعنا لو صغرت شوية ماشي مش هيصغر عن كده، بس لو صغرت شوية ده هيطلع فوق اهو، يعني اعتقد كده مظبوط بنسبة 100% كريسبونسيف وكجول. طيب اخر حاجة بقى موجودة عندنا اللي هو الباجينيشن، طبعا هيكون موجود تحت الرو. الباجينيشن احنا كده كده عاملينه اصلا، فانا هروح بس كل حكاية ان انا هستدعيه من المسار بتاعنا، هو اوتوماتيك الاكستنشن بتاعت الاوتو اون بورد بتجيب لنا الباجينيشن بتاعنا جاهز، والباجينيشن ده المفروض بعد كده هنقعد نبعت له شوية بروبس عشان عدد الصفحات والكلام ده كله، فاتحط لنا هنا. فتقريبا كده الصفحة دي بقت هي الصفحة دي بالظبط كديزاين استاتيك وكاستراكشر، ولكن كبرمجة لسه زيرو، ما فيهاش أي حاجة متبرمجة، ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي ولا أي حاجة ولا الفلتريشن. وطبعا الصفحة دي لما نيجي نبرمج من الصفحات اللي هتاخد معانا شوية شغل إن شاء الله لما نبقى نوصل لها يعني. فكده خلصنا الصفحة دي، أتمنى إن أنت تكون فهمتها، والكود كديزاين وكل حاجة هيكون موجود. أنا اللي أنا طالبه منك طبعا انت المفروض تكون فاهم شغل السي اس اس، وتكون فاهم يعني ايه 12 عمود، ويعني ايه دي 10، ويعني ايه دي 2. المفروض الشغل ده مش شغل ان انا اشرحه لك، والديسبلاي فليكس والكلام ده كله المفروض تكون فاهمه، وقلت لك المصادر موجوده كتير في كل مكان. انا بقى اللي انا عاوزك تركز معايا ان انت تفهمه ان احنا الصفحه بتاعتنا ايه حطينا فيها كذا كومبوننت، اول كومبوننت اللي هو الكاتيجوري هيدر حطيناه، فهيتعرض اوتوماتيك تحت ايه، تحت النافار، لان النافار كده كده ثابت، فاحنا حطيناه يتعرض تحت النافار مباشره. ثم عملنا كونتينر ليه؟ عشان الحاجات اللي باقيه عاوزينها تتعرض جوه الكونتينر. الكاتيجوري هيدر ده كنا عاوزينه الجزء الابيض يمتد معانا يمين وشمال، فبالتالي طلعناه بره الكونتينر. الحاجه اللي انا عاوزها تبقى جوه الكونتينر احطها جوه الكونتينر وهكذا. بعدين عملنا الكومبوننت اللي هو بتاع السيرش كاونت ريزلت ده، وبعتنا له البارامتر بقى البروبس بتاعتنا اللي هي الداتا دي، وعملنا كمان استخدمنا مكتبه او لايبراري جديده، وانا شايفها مفيده لان استخدمتها كتير وشغلها جميل جدا، بس بقول لك لو مش عاوز تستخدمها وعاوز تعمل شغلك بايدك براحتك. تاني حاجه قسمنا الصفحه، ما قسمناهاش نصين، ولكن ادينا عمودين للفلتريشن وعمودين و10 اعمده للمنتجات، فعملنا رو وعملنا جواه 2 كولوم. الكولوم الاولاني عرضنا فيه السايد فلتر اللي احنا طبعا عملنا الديزاين بتاعه، والجزء الثاني عرضنا فيه الكارد كومبوننت، الكارد برودكت كونتينر اللي احنا اصلا كنا عاملينها قبل كده، فعرضناها. وهنا 4 وبره 4، ولكن طبعا البيانات هتختلف زي ما قلت لما نوصل لمرحلة البرمجة ان شاء الله. طيب كده نكون خلصنا الصفحة دي، اتمنى ان انت تكون ركزت وفهمت معايا.